وظهرت الحقيقة، وريس جمال سامحني قبل وفاته. طب بعد اللي حصل لك من تأميم وشهادات زور وهروب في نص الليل، زعلت لوفاته؟ بتقول ايه؟ ده جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر. فقدت الجمهورية العربية المتحدة، وفقدت الأمة العربية، وفقدت الإنسانية كلها رجلا من أغنى الرجال، رجلا من أغلى الرجال، وأشجع الرجال، وأخلص الرجال، هو الرئيس جمال عبد الناصر. كم من زمان بكيت فيه، ولما صرت في غيره بكيت عليه. صحيح، الزمن ما بيوقفش لحد. معاك حق، الزمن ما بيوقفش لحد. احنا كمان لازم نتحرك يا سعد. صدقني عارف انا نازم البيت وفي نية اشتغل، بس بعد ما جيت هنا حسيت ان مخي متشتت. اول مره احس باليوتم الحقيقي. ايوه بس ده ما يبقاش يعني داعي ان انت ايه؟ قطعت عليك كلام مهم ولا حاجه؟ لا يا ابني، تعالى اقعد يا فوزي. لا اقعد ايه؟ في حد منتظرك بره، ورغم الحاله اللي انت فيها لكن ما قدرتش اقول له لا. ليه مين؟ هتعرف حالا يا سعد. اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اللواء فخري مختار من صلاح الطيران المصري. اهلا بيك يا فندم. رفيع عزيز احد اعمده مجموعه الدالي. اهلا يا فندم. اتفضل اتفضل سيادة. طيب نسيت الله. طيب شكرا. عايز حاجة سعد؟ تسلم. اتفضل اتفضل. قهوتك ايه؟ الحقيقة أنا جاي لك النهاردة مخصوص عشان موضوع القهوة ده بالتحديد. متهيألي كفاية قهوة. دي الرسالة اللي جاي لك بيها النهاردة من السيد الرئيس محمد أنور السادات. أنت عارف طبعا اللي حسم المعركة اللي فاتت سلاح الطيران الإسرائيلي. والقيادة بتأمل إن سلاح الطيران المصري إن شاء الله يكون لي دور في الأيام اللي جاية، وده مش هيحصل من غير الحماية الكافية. مش معقول يبقى عندنا صرح مصري وطني زي حضرتك ويقف يتفرج وما يكونش لي دور في المعركة. أنا تحت الأمر، إيه المطلوب؟ عايزين خبرتك في إنشاء قواعد الصواريخ وهنجر الطيران والدشم. من بكرة أنا ورجالتي هنبقى في الجبهة في المكان اللي هتحدده لنا. لازم المهندسين والعمال اللي هيجي يشتغلوا يعرفوا إن هم هيشتغلوا تحت النار. إحنا لسه بنعيد بناء قواتنا، ما عندناش غطاء حامي كفايه.
بلغ سيادة الرئيس ان كل رجالة الدالية هتبقى على الجبهة. ده دورنا اللي كنا بنحلم بيه، مش هنتنازل عنه ابدا. الحكاية دي بقى اول مرة اعرفها، بس انت ايه حكاية مشكلتك مع الرئيس السادات؟ لا دي حكاية شرحها يطول. طب تحب نكمل بعدين؟ يا ريت. ايه على فين؟ لا انا لازم اروح، عندي مذاكرة، الحاجات اللي عملناها دي كلها لازم افرغها عشان ابقى ماشيين مظبوط. قول لي يا ادهم، انت بتعمل ايه غير موضوع الكتاب ده؟ اشمعنى؟ لا يعني انا مش متصور انك ترمي موضوع الصحافه مره واحده كده، ما بتفكرش ترجع لها؟ والله يا سعد بيه ما حدش عارف، بس طول ما رئيس التحرير ده موجود التواصل بيننا هيبقى صعب شويه. انا ممكن اتدخل لو حبيت. لا ربنا يخليك، انا ما بحبش حد يحل لي مشاكلي، بس انا برضو بشكرك على الروح الطيبه دي يعني. خايف تبقى مديون لي بجميل اطلب منك رد بعد كده؟ سعد بيه احنا مفيش بينا اللعب ده. تصبح على خير. وانت ملاك. خلصت بدري النهارده يعني؟ يعني كلام خلص على اذنك. مع السلامة. يلا. مش كنت حاسة بالبرد من شوية؟ فعلا برد جدا. اتفضل. تسلم ايد معاليك. ايه لو عندك حاجة عاوز تقولها قولها وخلصني بدل ما انت واقف على دماغي كده. أنا آسف بس أصل في موضوع أنا محرج أكلم فيه معاليك من مدة. محرج؟ أول مرة أعرف إنك بتحرج. أنا سامعك أتكلم. مشروع أرض الصلحية اللي خلص سعادتك، ومشروع أرض سعد الدالي بتاع المصنع. ما تفكرنيش بالوقعة السودة دي، وهات من الآخر يا أبو المساوئ. الله الله عليك ابو المساوي، طالعه من بق معاليك زي السكر. الله ابو المساوي. كنت يعني بقول يعني العموله بتاعتي لغايه دلوقتي ما اعرفش قد ايه. لو اننا لسه ما حسبناش حصه كل واحد. ايه دول معاليك؟ 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ دول دفعة تحت الحساب ولا الحساب كله؟ عشان انا عايز افهم. دفعة ليه؟ تكونش فاكر نفسك شريك معانا ولا ايه؟ انا اسف معاليك، بس انا يعني كنت طمعان في كرم معاليك. انت طمعان زيادة عن اللزوم، لكن انا بقدر الناس. خلص حكاية الأرض اللي معانا ديت وليك عندي مبلغ تاني. بس بعد إذن معاليك يعني أنا عاوز نسبة. نسبة كام يعني؟ لا أنا المرة دي مش هسيبها لتقدير معاليك، ما أنا خلاص عرفت معزتي عندك قد إيه من حكاية الشيك دي، وبعدين أنا راجل عندي عيال وعايز أأمن مستقبلهم، وما تزعلش مني. الحق ما يزعلش حد. قصر وسوق يا ابو المحاسن. انا مش هطول على معاليك، انا عاوز 30%. ده انت مش عاوز تأمن مستقبل اولادك وبس، ده انت عاوز تأمن مستقبل احفادك والاجيال القادمة. انا قلت المعاليك الحق ما يزعلش حد. سرحان فيه ولا حاجة خاصة مش عايز تقولي عليها؟ مفيش حاجة خاصة بيني وبينك يا ولفت، أنا بس كنت بحاول أفتكر تفاصيل الحادثة، دماغي مش مساعداني، لازم أعرف مين، لأن دم حسام مش هيروح حضر. ربنا سبحانه وتعالى قايل بنفسه
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الحب كده، الحب كده وصال ودلال، وصال ودلال ورضا أو خصام. أغو من دا ودا الحب كده، أغو من دا ودا الحب كده. مش عايزة كلام، مش عايزة كلام، الحب كده. باسم بيه ده زفت. ربنا يخليك يا باشا. بقول لك ايه يا زفت، عايزك توضب لي قاعده، بس قاعده صح قوي. حاضر يا باشا. طلبين؟ لا، طلب واحد بس. امسك امسك. ثواني يا باشا. يلا تعالى بس قوم. تعالى. ايه مالك مستغرب المكان انت؟ مش كده؟ لا، ده انت هتستغرب اكتر بقى لما تعرف ان كل القرارات المهمة في المجموعة عمك وصل لحلولها هنا في الحتة دي. تعال بس قوم. اقعد هنا. مهري مش فلوس، مهري سعد التاني. مهري مش فلوس، مهري سعد التاني. مهري سعد التاني. لفيت بيه على كل المستشفيات، ما رضيوش يقبلوه. ويا كبد يا ابني، قالوا لي الحاله خطيره ولازم يسافر يتعالج بره. وعنده كام سنه؟ 14 سنه. ألفة تهدي عشان اعرف افهمك. انت ابو احمد مين اللي اتعور؟ ليه انت فين دلوقتي؟ في القسم ولا في المستشفى؟ طيب طيب انا جايلك على طول. مع السلامه. الو ألفة، نشفى بخير؟ طيب انا جايلك على طول. الحقني على باب المجموعه حالا. يا ألفة الحقني يا سعد، الراجل بيموت يا سعد. اهدي اهدي بس. ايه طمنيني يا نشفى. ايه بلطجيه دخلوا علينا المقر، كسروا كل حاجه، ولما جم يهاجموا على بابا ألفة، ابو احمد حاول يمنعهم، ضربوه وهربوا. وين يجيب البلطجيه عندكم؟ معرفش. هما كل اللي قالوه ان احنا كل ما هنفتح مكان هيجوا يكسروه ويموتوا اللي فيه. والحرس اللي معاكم كانوا فين ساعتها؟ ماما حطتهم لجامع عيله فقيره، بهدوم واكل. طيب هدي ماما لحد ما اشوف الدكتور. رفقي زي ما انت شايف واضح انهم مش عارفين حاجه. اطلع لاذن السيده زينب وعرف لي ايه اللي حصل بالظبط وانا هحصلك. حاضر يا سعد. وحاول تعرف لي مين اللي ورا الحكايه دي فورا. بت مفعوصه زيك انت تلعب عليا انا؟ كنت بتعملي ايه مع جدي في الكازينو امبارح؟ كنت بتقرري على الوصيه ولا كنت بترقصيه على واحده ونص؟ مش لازم يامن لي الاول عشان يديني سره؟ وقال لك سره ولا لسه؟ لسه. جدك راجل مش سهل، بس انا بحاول والله. تحاولي؟ تحاولي في ايه بالظبط؟
قدامك 48 ساعة تجيبيلي فيها آخره، يا إما أنا اللي هبعتك الآخر، مفهوم؟ مساء الخير يا باشا. مساء الخير. كان ناقص هنزل لك ندى في الثلاث جرايد عشان توافق تيجي لحد هنا، اتفضل. يا باشا العفو يا باشا. أنا بس ظروفي كانت ملخبطة حبتين اليومين اللي فاتوا دول، وبحافظ على مصالحي ومصالحك. ودلوقتي بقى من مصلحتك إننا ما نتقابلش. الله يرحم. يا ناصف بيه، مقابلاتي مع سيادتك كلها مرصودة. عمي فوزي ورفقي عزيز عارفين عنها كل حاجة، وقالوا لي كده بشكل مباشر أهدي اللعبة مع سيادتك. وانت بقى بتسمع الكلام وبتحافظ على مستقبلك في عيلة الداري، مش كده؟ شوف برضو سيادتك واخد الجزء اللي يخصني وسايب اللي يخصك. ليه يا باشا؟ هو اللي انا شفته في القصر ده كان سراب ولا ايه؟ اذا كان سيادتك بكل هيلمانك رحت لغاية عنده في القصر، مش عايزنا نقلق؟ سبحان مغير الاحوال. انت يا ابني مش كنت بتحلم تناسبني؟ وكنت بتترجاني عشان اخلي بنتي تقبل بظروفك؟ ولا عشان قولنا هتركب الموجة بقى لحد الآخر؟ أنا مش فاهم بس ليه الهجوم ده كله؟ يا باشا أنا بعمل اللي سيادتك عملته بالظبط لما مسكت الوزارة، بتلومني ليه دلوقتي؟ وبعدين أكيد داليا قالت لك على شرطها اللي حطها عشان توافق على جوازنا، وطبعًا أنت عارف ده قد إيه صعب يتحقق. عمومًا سيبنا من حكاية الجواز. أنا اتكلمت فيها بس عشان الدخلة اللي أنت دخلتها علينا. الجواز في الاخر اسمه ونصيب، المهم دلوقتي البيزنس والهدف المشترك اللي بيننا. امرني سيادتك، انا هنا عشان اسمع كلام سيادتك. يا ابني هو اللي هنقوله هنعيده من الاخر. انت معانا ولا مش مكمل معانا؟ اجاوب؟ اتفضل. لو انا مش معاك ما كنتش جيت برجلي لغايه هنا، بس الموضوع مش سهل زي ما انت فاهم. أنا دلوقتي بعيد كل حساباتي من الأول عشان أعرف أحط رجلي في المكان الصح. ده يضايق سعادتك في حاجة؟ هيفضل تحت ملاحظة 72 ساعة، ويا رب تعدي في سلام. الدرجة دي حالته خطر؟ للأسف الجروح اللي في جسمه كانت مميتة، واضح إن اللي ضربه عنده خبرة في أذية الناس. على إذنكم. أنا السبب يا سعد، أنا السبب. أنا اللي طلبت منه يعرفني بظروف الناس اللي محتاجين مساعدة في المنطقة، أنا السبب. ما تحمليش نفسك فوق طاقتها، نشوى. خدي ماما على البيت عشان تستريح. انا هشوف مين ورا الموضوع ده وهتصرف معاهم. يلا. انا مضطر اصدقك لاني براهن من الاول على ذكائك، وانا عارف ان انت مستحملني عشان انا اللي هعرف احقق لك انتقامك من سعد الدالي، ولا ايه؟ وابو المحاسن الزفت. لا يا ابو المحاسن، ده امره سهل، اسهل مما تتخيل، بس احنا محتاجينه شويه. محتاجينه في ايه؟ يعني شويه اجراءات كده لغايه ما نحط ايدينا على الاراضي اللي معاه، وبعد كده باي باي. ازاي؟ ما تشغلش بال سيادتك. وداليا؟ داليا سيادتك شايف المهر اللي طالباه مش هيتحقق بالسهوله دي، وهي عارفه كده كويس. يعني انا شايف ان من المنطقي ان احنا نخلي المهر مؤخر يكون افضل. افرض انت بتعمل كده عشان ما تطلقش. الله، طب وحد يكره ان بنته تعيش حياه مستقره مع راجل ناجح ومحترم من عيله الدالي؟ مفيش ضمانات يعني؟ لا. السلام عليكم. السلام. اهلا يا باشا. اهلا بيك. ايه الاخبار يا رفيق؟ حضرتك الزوج بقى تجيب مجموعه من المشهورين بالبلطجه في المنطقه علشان يعمل لهم طابور عرض، ومدام ألفت ومدام نشوى يتعرفوا عليهم. يتعرفوا؟ حد الضابط، احنا كلنا عارفين ان العيال البلطجيه اللي كسروا مكتب المدام مالهمش لا في الطول ولا في الطحين. العيال دي بتأجر عافيتها للي يدفع لهم ثمن مزاجهم. انا عايز اللي ورا العيال دي. واحده واحده يا باشا، نمسكهم الاول وبعدين نشوف مين اللي وراه. نشوف. يلا بينا. عرفت حاجه يا رفيق؟ ايوه يا باشا، اوامر ما عليك. ناوي تروح له بجد؟ الموضوع ده لو ما اتحلش النهارده ألفت هتخاف تنزل المنطقه تاني. طب ممكن تسيب لي الموضوع ده وانا احله بمعرفتي؟ لا معلش يا رفيق، سيبنا نتصرف. الظاهر الحادثه اللي راح فيها حسام الله يرحمه طمعت الناس فينا، وحسيتهم ان سهل ينهشونا ويجروا. ايوه بس دكتور خليفه هنداوي ده مش سهل، له انصار وكلمته مسموعه في البرلمان. لما يكون مين؟ لو اتاكدت ان هو اللي عمل العمله دي
لازم هدفعه تمن غلطته. ازاي الحيوان ده يمد ايده عليك كده؟ حكم القوي يا باشا. لا هيتقدم، انا هقدمه على اللي عمله معاكي. انا عذره سعادتك، لما يلاقيني راجع بعد نص الليل بساعتين لازم برضو يثبت ان راجل البيت. راجل البيت ده ايه؟ ده حيا الله جوز والدتك زي ما انت قلتيلي. واللي بيصرف علينا يا باشا، يعني اللي حكم في ماله ما ظلم. ايوه بس يا حبيبتي انت مش ملكه. حضرتك ما تشغلش بالك، اصلها مش اول مره، ده عذاب بشربه زي الدواء كل يوم على غير الريق وقبل ما انام. طب وانت ايه حبيبتي، ايه اللي خليك تستحملي العذاب ده؟ اسيب البيت يعني واروح فين؟ وحتى لو لقيت مكان اسكن فيه الناس مش هتسيبني في حالي، ما انت عارف يا باشا المجتمع بتاعنا عامل ازاي. بس انا مش هسيبك تعيشي في بيت واحد مع الحيوان ده. امال ساعتك عايزني اروح فين؟ يعني انا هدبر لك مكان تعيشي فيه. ما هي نفس الفكره يا باشا، ما انا برضه هبقى لوحدي. كتر خيرك، وبعدين وانا مهيتي كام عشان ادفع منها اجار شقه؟ لا لا انت مش هتدفع حاجه، الشقه دي هتبقى ملكك، وبعدين انت مش هتعيشي فيها لوحدك. يعني ايه؟ لا يا باشا اوعى دماغك توديك كده ولا كده. لا 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 ما تتسرعيش، انا هفهمك كل حاجه بعدين. ده واحد منهم، ده اللي كان ماسك السكينه، مش كده يا نشوى؟ ايوه ده اللي لقوا احمد قبل ما زميله يضربه. بصي لا لا ولا حد فيهم موجود من اللي كان موجودين هناك. ده كفايه قوي، ميمي فليني ده شلته معروفه، وغالبا هتلاقيهم هم اللي كانوا معاه. اطمنوا ان شاء الله هيبات عندنا النهارده، بس هستأذن حضرتك تشرفينا عشان نعمل عرض قانوني تطلع منهم المشتبه فيهم. انا هاجي معاهم ان شاء الله. حضرتك ما تعرفش سيد وزير الداخليه مهتم قد ايه بالموضوع ده. احنا عشره عمر، سلم لي على معالي. عن اذنكم. يا اتفضل عم ابراهيم مع الباشا. حاضر اتفضل. مساء الخير يا صديقي. ما فيش حاجة، بس خد نفسك على ما ارد على التليفون. ايه يا ماما مالك فيه؟ الو يا رفي، قول يا سيدي. مش محتاج ورقة وقلم، قول. طيب جهزت اللي قلت لك عليه؟ مع السلامة. باسم خليك مع ماما، أنا وعمك فوزي هنروح مشوار صغير كده. يلا ولفت اطلع ارتاح فوق شوية. يلا يا نشوى، يلا مع ماما مش هنتأخر. يلا يا فوزي. يلا يا فوزي. أول ما نبدأ القول بنقدم تحية أدب واحترام للناس اللي شرفونا وأنسونا، يعني الدكتور خليفة هنداوي، يعني مجلس الشعب، يعني البرلمان، يعني الناس الحلوة. تحية كبيرة أوي وتسيفة عالية. الليلة ليلة هنا وسرور، الليلة ليلة هنا وسرور. وزمان قالوا في الحكم والأمثال التيتا فين؟ في النانا، والنانا فين؟ في التيتا. وعشان الدنيا سين وجيم احنا هنقول السين وانتوا هتقولوا الجيم. التيتا فين؟ والنانا فين؟ التيتا. تاني التيتا فين؟ والنانا فين؟ التيتا. التيتا فين؟ والنانا فين؟ التيتا فين فين؟ والنانا فين؟ التيتا يعني السبوبة والاشتقالة من الدنيا، وانت حظك ونصيبك من الفلوس والألمونيا. التيتا يعني السبوبة والاشتقالة من الدنيا، والنانا
حظك ونصيبك من الفلوس والألمونيا والديتا فين؟ والنانا فين؟ الديتا فين فين؟ والنانا فين فين؟ هوبا باشا التالي اللي اول مره بيشرفنا هنا، يعني الناس الحلوه الناس العسل، واديني احلى تحيه. اهلا وسهلا سعد بيه، شرفتني قوي. المحل ده بيجيب كام في الليله؟ نعم يا فندم. فوزي مش فاهم سيادتك تقصد ايه يا فندم. انا حابب اسهر هنا الليله، عشان كده عايزك تفضي المحل من كل اللي فيه ما عدا الدكتور هنداوي. قول له انه يسهر الليله على حساب فاعل خير. ايوه يا فندم، بس ايه؟ خايف منه؟ محرج يعني مش عارف تعملها؟ خلاص سيب المهمه دي للاولاد اللطاف اللي ورايا. حاضر يا فندم. طب ممكن سيادتك تديني بس دقيقه واحده يا فندم؟ قوي قوي. اتفضل يا فندم، اتفضل. فوزي. اتفضل يا فندم. رفي، بقول لكم ايه، الليله باين عليها لابه، اشوف فيها عوا جامد، كله يخلع من الباب اللي وراني. يلا 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 يلا، ماشي كله ماشي كله 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 يلا ماشي كله. مساء الخير يا دكتور هنداوي. خير. يلا سعد بيه عزمك على مشروب بس على ترابيزته. ايوه بس انا معايا ناس. معقوله؟ معقوله يا دكتور هنداوي في حد يرفض دعوه سعد بيه الدالي؟ لا ما تجيش يا راجل. اتفضل حضرتك على ترابيزه سعد بيه عشان تتكلموا براحتكم. وسع يا حبيبتي، وسع. يلا دكتور يلا. سعد بيه ما بيحبش ينتظر كتير. انا اذنكم يا جماعه دقيق وهرجع لكم. ما افتكرش. اتفضل. مساء الخير يا سعد بيه. اقعد يا دكتور. لا لا يا ابني شيل، انا ما بشربش. هات لي قهوه ساده. خير يا سعد بيه؟ مستعجل على ايه يا دكتور؟ ده حتى بره عربيتك نايمه على الارض. يعني في اخر القعده احنا اللي هنوصلك. بس انت ايه حكايه مشكلتك مع الرئيس كده؟ لا دي حكايه شرحت. مين؟ افتح يا مطر. ايوه يا استاذ عزه. اهلا. ازيك يا ريس؟ اخبارك ايه؟ اتفضل. كويس والله انك لسه فاكرني. ايه يا ابني حكايتك؟ من اخر مره كنت عندك لا سلام ولا كلام ولا تليفونات، وكان انا زعلتك وخليتك تسيب الجرنان. طب اقعد اعمل كوبايتين شاي من بتوع زمان نقعد ندردش براحتنا. طب يلا. زمان في سينما الكرسال كانوا بيعرضوا افلام كاوبوي. البطل كان يدخل الخماره من دول هو وعصابته، يشرب ويبلطج وما يدفعش الفلوس، ويكسر المحل فوق الزباين، وبعد كده يطلع يدور على الهنود الحمر اللي هم اصحاب الارض الحقيقيين
ينزل فيهم ذبح ويقطع فروة راسه، واحنا نسقف وننبسط ونفرح ونحس ان الراجل ده بيدافع عن حق مشروع. انا ما كانش عندي وقت للسينما ولا حتى كان عندي وقت اضيعه فيها زي بيت الناس. عشان كده بقول دكتور سعد بيه. لا انا عارفك كويس، كنت قلت اللي انت شارب كاسين قبل ما تيجي على هنا، تبعزق فلوسك وتحكي حوديت افلام قديمه. اعمل ايه؟ قاعد افكر ايه اللي يخلي واحد المفروض انه مثقف ومتعلم تعليم عالي يقلد الكاوبوي؟ ده تجاوز لا يمكن اقبله، ولولا اننا كنا في يوم من الايام زملاء تحت قبه برلمان واحد وبحترم تاريخك السياسي والاقتصادي، انا كنت جبت لي بلطجيه بثلاثة مليم عشان يقطعوني انا كمان بالسنج ولا ايه يا دكتور؟ هي حصلت انك بتتهمني اتهام رخيص بالشكل ده؟ اقعد يا دكتور، اقعد اقعد لطقلك علبة. انا عازلك على فكره، في ناس من كتر ما قعدت على الكرسي ولزقت فيه واتمتعت بمزاياه نفوسها ضعفت، فبقت تستخدم البلطجية عشان يحاربوا أي واحد ممكن يرشح نفسه قصادك في الدايرة، حتى لو كان المرشح ده واحدة ست في أول تجربة ليها وملهاش هدف غير إنها تساعد الناس الغالبة بكده. أنت جاي لحد هنا عشان تتهمني بالزور بتوعهم؟ أنا ماليش علاقة بيها. لو أنت السادي أنا جاي أطربق المكان ده فوق دماغك. البلطجة مفيش أسهل منها، الفلوس كتير والحمد لله، والبلطجية العدد في الليمون، بس كده كلنا هنبقى بلطجية والدنيا هتبقى للي يقدر يأجر بلطجية أكتر. أنت بتهددني يا سعد بيها؟ لا، أنا جاي ألحقك قبل ما دومت الغلط تبلعك. أي بلطجي مهما كانت عضلاته منفوخة أول ما بيروح القسم وبياخد الواجب بتاعه بيعترف، بيقر على مين اللي وراه عشان يخفف الحكم عن نفسه. وأنت فضحت نفسك قدامي من غير ما تاخد بالك. إيش عرفك أنا جاي أكلمك في إيه؟ اسمع يا سعد بيها، أنا ما طلبتش من حد إنه يعور الراجل اللي كان عند مدام ألفت. أعمل إيه سكنه أغبية؟ ما فهموش اللي طلبته صح. أنا كان غرضي أهوش المدام عشان تراجع حساباتها وتبعد عن دائرتي. ورا شوية بس. كده نتكلم راجل لراجل. أنت عايز إيه؟ أنتوا مش ناقصكم حاجة، ولا كرسي المجلس هيفرق مع عيلة الدالي في حاجة. إنما أنا راجل طول عمر السياسة ملعبي، والبرلمان ده بيتي الوحيد اللي بحس فيه بالأمان. متهيألي لو حد جه طحن بيتكم وهدده اكيد هتدافعوا عنه، جايز اكون اسأت التصرف، انما انا باذن الله هدافع بكل قوتي عن الكرسي ده، وده اخر ما عندي. شجاعه تحسد عليها يا دكتور، بس معركتك المره دي خسرانه. اذا كنت عايز تكمل للاخر هلعبها معاك وبقوانينك، بس الجدع اللي ما يقولش جاي. ولو اشتريت رضاك وقلت لك سيب لي الساحه، بس المساله دي مش في ايدي، لازم نرجع لصاحبة الشأن. طب فهمني بس، أنت مش عايز ترجع جورنان ليه؟ الموضوع ده منتهي خلاص، مش عايز أتكلم فيه تاني. أنت عارف يا أدهم إن رئيس مجلس الإدارة شخصيًا هو اللي مكلفني إن أنا أجي لك لحد هنا علشان ترجع القسم تاني؟ يعني رئيس التحرير اللي أنت خايف منه ده ما عادش هيقدر يضايقك. أنا عمري ما خفت من رئيس التحرير. أي نعم أنا حطيته في دماغي زي ما هو حطني في دماغه، لكن أنا عشت طول عمري كاره فكرة السلطة، وكاره إن أنا أبقى تحت أمر حد، ودلوقتي أنا حر، بعمل اللي أنا عايزه في الوقت اللي أنا عايزه. وبكتب اللي انا عايزه. هو انت فاهم الكتاب اللي انت بتعمله ده وبتحكي فيه حكايه سعد الدالي، هو ده اللي هيحقق لك اللي انت عايزه؟ اعتبرها مجرد بدايه. طب انا عايز افهم، غيرت موقفك ليه من سعد الدالي؟ انا موقفي من سعد الدالي ما اتغيرش، بالعكس، لكن دلوقتي وانا جنبه هقدر اعرف عنه حاجات عمري ما كنت اعرفها وانا بعيد. تعرف لولا ان عارف انك ذكي كنت اتهمتك ان انت اللي بتهين ذكائي. الحكايه مش مستاهله يا استاذ عزت، وبعدين ذكاء اللي انت بتقول عليه ده هيخليني اعرف الحقيقه من الكذب. عموما انا مش هتدخل في قراراتك الشخصيه، بس انا شايف ان وجودك في الجريده هيخليك حر اكتر بكتير من انك تبقى مجرد آلة تسجيل لسعد الدالي يحكي فيها حكايته. انا مش هبلغ رئيس مجلس الاداره بقرارك ده، وهديك فرصه تفكر، وعايزك تعرف ان مكتبك موجود في الجورنان ترجع له وقت ما انت عايز. ألفت هنا، انا بكرر اعتذاري عن اللي حصل النهارده ده، سوء تصرف من الاولاد اللي بعتهم للمقر بتاعك زي ما قلت لسعد بيه، وانا دلوقتي في انتظار حكمك. الحقيقه انا مش فاهمه ايه المطلوب مني بالظبط. انا متكفل بمصاريف علاج الراجل المصاب، حتى لو اتعالج في الخارج، وهصرف لاسرته التعويض المناسب وهلبي كل طلباته. طب لما الحكايه كده جاي لي انا ليه؟ قصدها يعني خش في الموضوع على طول يا دكتور. يا هانم انا مستعد لاي طرديه تطلبيها بشرط.
تنسحبي من الدايره بتاعتي. الدايره بتاعتك؟ انا بقالي اكتر من 20 سنه وانا المرشح الوحيد هناك، وسعد بيعرف وعارف اهل المنطقه واحد واحد، وبنعرف نتفاهم مع بعض كويس. لو حبيتي تعملي اي خدمات تانيه لاهلي ننسق سوا. انا ما عنديش مانع نحط ايدينا في ايدين بعض، بس مش لازم يبقى في حد في الصوره غيري. الحقيقه انا محبش اتحط في برواز واحد مع حد فشل انه يؤدي مهمته. لما تقعد في مكانك 20 سنه والناس في دايرتك يبقى عندها كل المشاكل دي، تبقى فشلت في مهمتك، وانا محبش احط ايدي في ايد حد فاشل. جرية سعد بيه، ما تتكلم الكلام مع صاحبة الشأن، وديك سمعت رأيها بنفسك. يعني ايه؟ يعني انا مش هسحب ترشيحي، وحنزل وحكمل، والناس في الدايرة بقى هي اللي هتختار ايه الاصلح ليها. لحظي يا هنم، اللي انا جيت لحد عندك. شرفت. معلش انا مضطرة استاذن عشان لازم من بدري اشوف الراجل اللي مرمي بين الحياة والموت. عن اذنك يلا يفتش. اتفضلي. ايه يا سعد بيه؟ أصل إحنا عيلة ديمقراطية وبنؤمن بحرية الرأي، وأنت سياسي قديم عارف يعني إيه معنى الديمقراطية. اللي حصل ده معناه إن الكلام خلص. بس أنا جيت لحد هنا واعتذرت بنفسي. دي أقل حاجة تعملها بعد اللي حصل، ومجايك دلوقتي أنقذك من رد فعل كان هيكلفك كتير. ونصيحة يا دكتور، أوعى تاني مرة الشيطان يوزك وتتعرض لحد من عيلة الدالي.